أنا العميد محمود محمد زرد، أخو الشهيد المقدم محمد محمد زرد، من أبطال حرب أكتوبر 73. ويسعدني النهاردة إن أنا وأتشرف النهاردة بالاحتفال العظيم في مستشفى 57، وهذا تمثيل عظيم، وبدعو لأبنائي وشبابي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وربنا يشفيهم وينضموا لصفوف القوات المسلحة المصرية. وبطمنكم ان القوات المسلحة المصرية الحمد لله بخير، ومن اقوى جيوش العالم القوات المسلحة المصرية. وتحيا مصر، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نلتقي على خير. فرحة عظيمة طبعا، فرحة عظيمة، وبيفكرنا بالذكريات الجميلة اللي قضيناها في القوات المسلحة، وفكرنا باخواتنا الشهداء، وفكرنا بابنائنا الشهداء، والحمد لله مصر بخير، مصر بخير الحمد لله. بإذن الله وقوف الشعب المصري العظيم ورجيشه العظيم، يبقى فيه انتصار عظيم بإذن الله تعالى.